المغربي بين مولودية الجزائر وضيفه الوداد المغربي بتعادل إيجابي بهدف لمثله لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. دربي مغاربي بين مولودية الجزائر وضيفه الوداد البيضاوي، مباراة الذهاب يقال عنها إنها الخطوة الأولى نحو بلوغ مربع الكبار. فريق المولودية يسعى إلى استغلالها على النحو الأمثل. نبيل نقيز وفوزي البنزرتي ينظران إلى الاتجاه نفسه، وهو تحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة. بدأ فريق الوداد مهمته الهجومية مؤيدا لافي المتعود على مواجهة المولودية. حاول مخادعة الفريق العاصم وكرته، شتتها الدفاع. كانت لغة الإشارة وسيلة تحذيرية من نقيز لاعبيه. أول هجمة للمولودية وصلت فيها الكرة إلى بالخير، سدد كرة قوية، الحارس التقناوتي أمسكها على مرتين. فريق الوداد كانت هجماته كلون قميصه. وليد الكارتي تمكن من التسجيل، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. ركن فريق المولودية إلى الدفاع، والمساحات الفارغة ملأها مهاجم الوداد أيمن الحسوني. أسمع بوتاغا صوت العارضة، الحديد بدد الخطر. في الشوط الثاني لم يبادر صاحب الأرض بالهجوم، بل تراجع لاعبوه للدفاع، والفريق المغربي واصل هجماته. البديل أوناجم تمت عرقلته من المدافع معاد حداد. الحكم أعلن ركلة جزاء، تولى يحيى جبران تنفيذها بنجاح. اتجه صاحب الأرض للهجوم لتدارك التأخر، كثف من هجماته، لكن الحارس التقناوتي كان يقظا. بقي الفريق العاصم مصرا على التعادل. وفي الوقت الذي اتجهت فيه المباراة لعد دقائقها، تمكن ميلود ربيعي من تعديل النتيجة برأسية خادع بها التقناوتي. فريق المولودية كان قريبا من تسجيل هدف الفوز، ورأسية سفيان عبد اللاوي جانبت المرمى بقليل. في النهاية فريق المولودية خطف التعادل، ليتأجل الحسم إلى مباراة العودة. نصل الآن مشاهدينا إلى نتيجة التصويت على سؤال الأمس، والذي كان: ما هو توقعك لنتيجة المواجهة العربية بين مولودية الجزائر والوداد الرياضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ 50% صوتوا لفوز الوداد الرياضي مقابل 35% آمنوا بحظوظ مولودية الجزائر، فيما لجأت النسبة الباقية لخيار التعادل.